خدكوا يلا. صباح الخير يا تيتا، من الساعة حفلة الضيفة دي كان فرح جميل الحمد لله، مبروك قوي. صباح الخير يا تيتا. امشي. حاضر يا تيتا. مالك؟ لا مفيش حاجة، ما هو فرحة وفرحة بقى. بس وش يا منوع، يعني ماسكة الايد دي بالنسبة لي قد ايه؟ حياة ربنا، يعني ابقى ماسك 10 صوابع بتوع واحدة ست كده، يعني انت عارفة بقى، ما مسكتش ايد امي اللي ماتت وهي صغيرة، وعلاقتي بايد تيتا افيان او بنيات. الف مبروك، الف مبروك، مش عارفة متلخبطة بصراحة، حياة ربنا. انا شايف الخجل والكسوف بتاع البنات في وشك، اوعي يا منوع، انت في ايد امينة. ها؟ رؤوف افتح لي السوستة. ايه؟ حاضر يا منوع. انت بس فك السوستة ليه يا منوع دلوقتي؟ يلا اخلص. حاضر يا منوع، حاضر. بس انت بصراحه ماشي، يعني انا كنت عامل حساب موضوع السوست ده في اخر خالص. انت معلش معلش هيحصل. آه! ايه يا منى، هو ربنا سوى مش قصدي. يا رؤوف شككني. يا منى الضربه دي انت وجعتيني قلبي بجد يا منى. ايه ده؟ معلش معايا في التوتر، هي ليله كلها توتر، بس هتفك هتفك بامر الله. بقى ميه كده هاجي لك عشان فتح السوست ده ليه سور. ها؟ ماشي. نوتي بيتك يا منى، نوتي بيتك. ايه ده؟ يا اسود يا ليلى زي الزفت، يا ليلى زي الزفت، دام يا حيوان. تعال هنا قدامي، تعال هنا يا متخلف، ادخل اترزع هنا. حاضر يا تيتا. ستوب ستوب، طلع اللي معاك. ايه ايه حضرتك؟ طلع اللي معاك غيره، هات. حادثة كمان. وربنا ما معايا تاني، وربنا ما فيه، هم دول بس، وربنا ما معايا. ايه الادويه دي كلها؟ انت عيان ولا حاجه؟ لا تيتا مش مساله عيان يعني، بس حضرتك دي وسائل مساعده للفترات الحرجه يعني. مين اللي اداها لك؟ موان، موان صاحبي تيتا الطويل اللي كان واقف جنبي في الفرح ده، هو ووك بكره. انا هسالك شويه اسئله وعايزك تجاوبني بكل صراحه، فاهم؟ دلوقتي يا تيتا جاوبك على الأسئلة دلوقتي؟ أيوة. ومنار مستنيني جوه تيتا. تتفلق منار. أوكي. واضح إن مالكش أي تجارب قبل الجواز. يا تيتا تجارب إيه يا تيتا؟ يعني أعتقد إنه عيب يا تيتا، وإحنا عايشين في كافورنيا. لا طبعًا ما عنديش تجارب، ما عنديش إيه حوار ده يا تيتا. طب سألت دكتور متخصص في ليلة الزفاف؟ يا أسود أنا رايح لدكتور وأكلمه في الكلام ده يا تيتا. إيه حضرتك شايفاني مين يا تيتا؟ مال ملسوع عايز تخش لها ليه؟ ما هعمل إيه طب يا تيتا؟ ما حضرتك يعني دي ليلة دخلة لازم أدخل لها يا تيتا يعني، وبعدين خليها على الله. بعدين في حاجة حضرتك ناسيها، أكيد ماما مش حمار. لا اتضح إنك أنت اللي حمار. شك. الأدوية دي كلها ممكن تنفعك الليلة، لكن على المدى الطويل هتجيب داخل. يا تيتا مدى طويل ايه تيتا؟ وانا داخل كاس امم افريقيه؟ يعني احييني النهارده وموتني بكره والنبي يا تيتا. اسمعني بقى وما توجعش قلبي. الثقافه اللي من النوع ده مهمه جدا للشباب. وانا بقى جايبه لك كتاب، لو قريته واستوعبته كويس مش هتحتاج لاي دواء. يعني تفتح حضرتك يعني اقرا الكتاب ده دلوقتي يا تيتا دلوقتي، ومنور اللي متلقاها جوه دي. انت تخرس خالص، اخرس خالص. حاضر حاضر. طب ممكن سؤال؟ اخرس خالص. حاضر. واسمعني وركز معايا. حاضر. لكي تنجح نجاحا باهرا في ليلة الزفاف يجب أن تتبع القواعد الآتية. القاعدة الأولى إزالة الرهبة. بالنسبة لي ولا بالنسبة لمنى؟ الله يخرب بيت. طب أعمل إيه؟ ما لازم أسأل أستفسر. ركز معايا. حاضر يا تيتا. حاضر يا عمي. فوق. حاضر يا تيتا اتفضلي. القاعدة الخامسة. يا تيتا قاعدة خامسة ايه بقى؟ حرام بقى، انا حفظت الاربع قواعد اللي قبلها، وبص حتى اللفظ قواعد، في ليلة دخلة فيها قواعد يا تيتا، احنا بنبني عمارة، بنبني خلصانة، ده كتير قوي. حضرتك ماسكاني مسجون بقالي فترة، ده انا داخل الجو. يا واد خد نفسك. عايزة مني حاجة حضرتك دلوقتي؟ لا مش عايزة حاجة. شاكين او عم نصيحة؟ لا سيب الحاجات دي واعتمد على نفسك. طب اخد دي طيب؟ لا. طب خلاص اعتمد على نفسك. رهيبة رهيبة. بتقول ايه يا واد؟ ما بقولش حاجة يا تيتا، ما بقولش يا تيتا، انت ضغطة عليا قوي. طب خلاص أوي خلاص أوي. خلاص خلاص بطل عياط، خد ده ذاكره كويس قوي. اكيد بكره ان شاء الله هاتيلي اطلس فوق عشان اقعد اذاكر فيه. أيوة. انا وعوزتي. ركز يا واد ركز ركز، هو المهم التركيز. ان شاء الله ان شاء الله. يلا يلا.
يلا وريني عرض كتافك. طب حاضر متشكرين قوي. يا مروه اخسى عليكي، ضيعت عليا فرصة ان انا افك لك السوستة، بس بصراحة انت 100 100 شلتي من عليا همك حاجات كتير قوي قوي قوي. كان في شوية اسئلة محوراني كده يعني، ممكن بصراحة ولا تتضايقي؟ فاكره زمان ما كان بيجي كده في الافلام حتت يعني اللي هي بتاعت الكبار فقط دي، كنت بتعملي ايه؟ كنت بدور وشي على طول. سبحان الله، نفسي واكشن بتاعي. في سؤال بقى ومنوم عايش نتجوا شويه بقى يعني، ان شاء الله هقوله لك، بس انت هو يعني قبل جواز مناه ما كانش ليك اي علاقات يعني؟ مثلا حد اتعرف عليك قبل في الشغل، اهلك قدموا لك واحد عادي يعني، ما تقفشتيش في شقه ما فيهوش ايه ده؟ سبحان الله سبحان الله، راحتي قلبي. عايز اقول لك يا منو، انت في اللحظه دي مش هقدر اقول لك عيلتي في نظري قد ايه، وحياة ربنا كنت قلقان منك مرعوب مرعوب. طلعتي بنت شريفه ما حدش دسك على طرف. انت كمان يا حبيبي محترم قوي، عشان كده انا بموت فيك. طب بذمتك بقى مناي، صح يعني ان احنا بعد الاحترام الفظيع اللي في حياتنا دوت وحافظنا على شرفنا ومية مية إيه؟ نيجي النهارده نضيعها كده؟ لا طبعا. تصبح على خير يا مناي. انت من اهلي يا حبيبي.